مكملين أكيد، وصلنا لآخر فقرة من صباحنا لليوم. أكيد رح نروح لعالم الأنوثة والاختراع والابتكار من وحي فقراتنا لليوم، لنتعرف طبعا على فن الرسم على الزجاج. كيف يا ست البيت أيضا ممكن تأخذ أفكار بهذا الموضوع لحتى نعرف أكثر عن هالحرفة؟ معنا ضياء الزين، هي حرفية بالرسم على الزجاج. صباحك صحة وخير. صباحك عسل وشتم. يسعد صباحك عن جديد، اهلا وسهلا فيكي. رسم على الزجاج مثل ما قالت زينب، قد ايه هو في شيء من نفسك، من يمكن افكارك، من مخيلتك؟ قد ايش يمكن هذا الفن لحاله هو كله انوثه؟ خبرينا عن 12 سنه يمكن حضرتك بتشتغلي بهذا الفن، خبرينا. هلا بالبدايه هي كانت عباره عن يعني مثل ما بيقولوا هوايه اكثر من هيك. لا جددت انه ليش ما مثلا انا عم برسم على الورقه، ليش ما ارسم مثلا على قطعه ازاز، ليش ما ارسم على قطعه خشب، ليش ما اعيد الحياه لقطعه عندي بالبيت مثلا، قطعه ازاز خربانه، قطعه ازاز مثلا رايح لونها مكسوره مشعوره، ليش ما انا جدد النشاط والحيويه فيها، اعملها قطعه اثريه، قطعه فنيه مثلا حلوه. اي وبعدين صرت الحمد لله واشتغلت بهذا المشروع ومجال وطلعت فيه، يعني صارت كحرفة بالأخير. كتير حلو. خلينا نحكي يا ضياء، المواد اللي بتستخدميها فعاليتها لإمتى بتبقى؟ مثلا قد ايه بياخذ معك وقت مثلا كل قطعه؟ هلا بالنسبه للمواد، كل مثلا كل قطعه، في مواد بتشتغل بالحراره مثلا، بدها شوي بتتعامل بالحراره، بتصير من طبيعه الازاز منه وفيه يعني. وفي مواد لا هي على البارد بس كمان هي مقاومه، بس كمان نحن ما فينا مثلا انه مثلا بدي احطها بالجلايه بدرجه حراره او اعرضها مثلا لفرك منيح، هي يعني قطعه بدها مداره. خلينا نشرح شوي على بعض القطع اللي جايبتيهم معك، قد يمكن كل وحده شو اخذت مواد، قد ايه اخذت وقت؟ يعني مثل هذا الصحن يمكن فراغ. هلا هي المواد، هلا هذا عباره عن صحن شفاف ابيض، انا دهنته ورسمته بالمواد، هي المواد كمان على البارد، يعني لا بدون ترتيب بدون شيء، هي من خلص متى ما مشيتي بالرسمه لحاله بدك تعبي المجال بالصحن ولحاله رح تطلع معك قطعه فنيه بالاخير. هي يعني يفضل انه تكون قطعه بس تحفه مو اكيد. هلا فيني مثلا اقدم فيها ضيافات، سكاكر، شغلات، بس كمان يعني فيني اغسلها بمي وشويه صابون، بس اكثر من هيك لا مثلا نعملها بالقطعه. اكيد كمان شايفين جايبه معك شويه الوان يمكن، والاغراض يمكن جايبتيها كلياتهم معك، خبرينا اكثر شو هي يمكن المواد اللي عم تستخدميها، المواد اللي هي يمكن امنه بشكل كثير كبير بنفس الوقت بتعطي هي الجماليه والالوان المطلوبه. هلا انا جبت مواد معي انه مثلا لكل ست بيت بهذا الزمن، نحن فعلا هلا يعني نحن قاعدين هلا بالبيت اكيد، وكل الستات اكيد عندها يعني فراغ كبير، حلو انه تمليه مثلا بقطعه تقعد تملي فراغها هي واولادها مثلا برسم. المواد اللي انا جبتها هي مواد كثير سهله وخفيفه ومتواجده بالسوق. هلا مثل هذا اللكر سريع، لما بدي اعمل الالوان اجباري هذا اللكر رح يكون مثلا بهي الماده. فينا نجرب شيء هلا؟ اي بجرب لك يا. يعني خلينا نحكي عن نوعية كمان الإزاز الموجود عند أي ست بيت، في إزاز ممكن رايح اللون مكسور مشعور، هلأ بيعطى بالبيت عم تاخد أفكار منك، خلينا أنت وعم تشتغلي نحكي عن نوعية الإزاز بتأثر كمان على لا أي إزاز، كل الإزاز اللي عندك بالبيت بهي المواد إجباري بتاخدها، كل الإزاز بيعضو، بس حلاوة الرسم أنك تاخدي على الزجاج المنفوخ، يعني شغل النفخ اليدوي مو الزجاج المكنات أو الزجاج اليدوي احلى بالشغل. هلا خبرينا ضياء شو عم تشتغلي هلا، كل خطوه بخطوتها ونحن عم نشتغل. هلا مثل ما قلت لك هي المواد انا خلطتها، هي عباره عن لكر سريع وبودره الذهب والتنير اكيد هذول. يعني خلينا نقول هي مواد بسيطه وامنه بنفس الوقت. اي اكيد اكيد هي مواد بسيطه وامنه. يمكن
في يمكن سيدات ما كثير لها مراء بالرسم فرح فيها تطبع اي رسمه مثلا بدها اياها؟ اكيد. هلا انا جبت لك معي مثلا لكاسات للشغله، انه اي ست بيت مثلا ما عندها قدره على الرسم فيك، انا جبت مطبوعات حلوه هون صغيره، فيك انه تحطيها مثلا على كاسه، فيك تحطيها من جوا من جوا الكاسه هيك وتكتبيها وتكتبيها ترسميها تلزقيها هيك مثلا وتحطيها. خلينا نشوف الطبعه يمكن اسهل للسيدات اذا بدك. اي بصير مثلا نحط لك هي الياسمينات. هي فكره حلوه، انه يمكن الرسمه ما كثير حلو او اللي ما عندها هذا الفن بتقدر بالطباعه تعمل اي رسمه او اي كلمه حتى بتحبها. اكيد في عندك كلمات، في عندك اسماء، في عندك ورود، اي شغله بتحبي انت تشتغليها بالبيت اكيد رح تنجح معك. هلا اكيد هي كلها اساليب، يعني نحن نوفر على ست البيت. اكيد يمكن هيك اسهل بكثير فرح لها. وقد ايه بتحسي كمان زينب تعمل شيء مميز؟ تمام. اي مج او اي كاسه او اي صحن هو كثير عادي، بلمسه فنيه كثير صغيره بيتحول يمكن لشيء له خصوصيه له ذكرى عنا. اكيد فرح. ويمكن هلا افكار هلا ست البيت كمان اللي بتعبي وقتها يمكن بقصص بتغير ديكور عم نشوفها على الهوا سوا، اكيد يمكن كمان تشارك اولادها وافراد العائله بهي القصص، تعطيهم يعملوا شيء كمان افكار. هلا نحن شو عملنا؟ هلا هي ورده سريعه، هلا هيك سريعه هي، هلا عملناها لون واحد بس بامكانك انت مثلا بامكانك انت مثلا تعمليها لونين للكاسه، بامكاننا نحن نعبي الفراغ فيها نلونه نلونها بالالوان الشفافه، الوان الزجاج الشفافه. وقد ايه بدها وقت؟ ما بدها كثير وقت، هلا ساعه ساعتين بس بتنشف نشفان نهائي. هلا هذا الصحن مثلا ليكا، هلا تزيين الصحن يمكن اصعب شوي من الطباعه، بده دقه اكثر ما هيك؟ هلا لا ما بعتقد كله يعني 12 سنه اكيد بعد اكيد اخذت ايدك بس يمكن اللي بيجربوا اول مره شوي صعب. هلا اكيد هو دائما اللي هلا بلشوا برسمات خفيفه ما كثير يعقدوا، واللي ما بحب اللي ما اذا ما كان انت عندك هوايه وحب انك تشتغلي هذا الشيء اكيد ما راح تنجح معك. اكيد سادة. حلو زينب انه كل حدا يمكن اليوم عم بيدور على شغله خلينا نقول يعبي وقته فيها، خلينا نقول يستفيد منها بنفس الوقت. هي الحرفه قد ايه فيها ذوق، قد ايه فيها وقت مليان، وقد ايه فيها يمكن حب للاكتشاف. يمكن زي ما كنا نعرف انه هيك بتنطبع او هيك بتتسوى بهي البساطه. اكيد يمكن هدول القصص الصغيره ممكن كمان يكونوا مصدر رزق لبعض العائلات اللي صحيح. ممكن انه تبدع فيهم او تخترع افكار جديده. اكيد. هلا مثل هيك هلا قد ايه بياخذ معك وقت؟ هاتش ساعه؟ اي تقريبا شي ساعه تقريبا. هلا لسه ما خلص له مراحل، هو كمان كزخرفه هيك اذا بدنا نزخرفه كله. بدك على المقات هلا مثل هذا البري مثلا. هلا فيك تلونيه مثلا بالالوان نفسها وهي الالوان الزجاج الشفافه، وبعدين فينا نرسمه ونعبر اي قطعه بالبيت عندك شو ما خطرك في بالك، اي قطعه فينا الصحون هي الصحن مثلا كمان نفس الشيء. هي عباره حلو بس هذا دقيق كثير كمان يمكن بده وقت اكثر. هلا هو بده هندسي هذا الشكل مثلا، انه بده تقطيع بده تنظيم مثلا، مو انه رسم عشوائي مثلا مثل هذا. هلا فتي تنظيم في الرسم العشوائي مثل هداك، انه فتي بالورده وكملي لحالك انت. هلا مثل هدول الجوزات، هي الكاسات العصير، اي كاسه شو ما كانت عندك مثلا كاسه العصير، فيك تكتبي اسمك، فيك بيعملوها لكاسات الافراح والمناسبات مثلا، انه انا بدي اسمي بيضيفوا فيهم العروس والعريس والياسمينات، هدول كمان شغلات حلوه. اي قطعه بالبيت نحن فينا نشتغلها، بس كمان نفس الوقت نحن بدنا نكون حذرين كثير من هي المواد، لانه لا ولد مثلا بيحسن يرسم فيها اذا في دخان او حدا بيدخن مثلا قدامي، انه هي سريعه الاشتعال لانه فيها تنير كمان. بس هي كمان برجع بقول لك شغله كثير سهله، اذا ما حبيتيها انت ما رح تبدعي فيها. أكيد. وبنفس الوقت رح تطلعي قطع كثير حلوه معك وتشوفي حالك فيها قدام العالم، انه يعني هلا هي قطعه زاد انكسرت عندي بالبيت قدرتي تستفيدي منها بطريقه جماليه، لونتها رسمتها عملتها بهالشكل هذا مثلا، يعني ما بامكانك تدوري اي قطعه عندك بالبيت خربانه ما لها اي لزوم، بايدك انت بتطلعيها تحفه، يعني بايدك انت من جوا بتطلع معك تحفه فنيه.
يعني كل قطعة هي ميزة عن الثانية وإلى شيء من روحك، إلى الألوان الحلوة يلي عم تختاريها والطبقية مع بعض. بدنا نقول لك شكرا أنك أجيتي وعزبناك يمكن بهدول الغراض. بدنا نتمنى لك كل التوفيق بهذا العمل وتقدري فعلا تنقلي هي التجربة ليمكن أولادك لعائلتك لكثير من الأشخاص ليستفيدوا من هي التجربة الحلوة. أكيد أكيد أكيد. شكرا لكم أنتم كمان استضفتوني، ونحن بهالشغلة هي أنه مفيد ومنستفيد لخلي يعني الستات البيوت كلها تستفيد من هذا الموضوع. اكيد يعني عطتيهم فكره جديده هلا لكل اللي قاعدين وحابين يجربوا هالتجربه. شكرا لوجودك معنا ضياء. شكرا لك. اكيد زينب لهون نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. دائما بنقول زينب انه ان شاء الله نكون قدمنا لكم كل المتعه والفائده، قدرنا نجاوب على كثير من الاسئله والاستفسارات يلي سالتونا عنا واقترحتوا كثير من الضيوف والاسماء يلي حبينا انه نستضيفهم معنا وايضا يجاوبونا على كل استفساراتكم. لنوجه تحيه خاصه لكل الاشخاص، للاطباء بشكل خاص كمان، للصيادله، لكل شخص هو عم يشتغل رغم هذا الظرف وعم بيقدم ويقوم بعمله على أكمل وجه. بينما الباقي عليكم أنكم ضلوا بالبيت، حافظوا على صحتكم وسلامتكم لحتى تعدي هي المرحلة الصعبة وتصدي فيروس كورونا بالوعي، بأنه نحافظ على نظافتنا وتقييم وتطهير، نرفع مناعتنا، وأهم شيء أهم شيء بنرجع بنقول نضل بالبيت. بكرة حلقة جديدة وضيوف جداد، ابقوا على الموعد.